السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله بنهار جديد وفيديو جديد. نتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا اليوم غادي نصاوب واحد الملوي كيجي ساهل وكتوجدي في وقت وجيز. المهم ما نطولش عليكم، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما عجنت العجينة، المهم العجينة ديال الملوي راكم عارفينها، كنديرو قياس ديال الفينو وجوج قياسات ديال الدقيق الأبيض، كندير معاه شوية ديال الملحة حسب الذوق، واحد معلقة ديال السكر سنيدة كتبقى اختيارية تا هي. صافي، وكنعجنها مزيان وكنقسمها وكنخليها كترتاح واحد شوية. من بعد السر ديال هاد الملوي هادو باش كيجيونا زوين وكيجيونا حلولين من الداخل هو هاد الخمارة ديال الحلوة. غادي نخلطوها مع هاد الدقيق اللي غادي نفرقو به المسمن أو الملاوي ديالنا. غادي نحاول هكا نخلطها مزيان. صافي، وغادي نجي نبدا نهز بالحبة. صافي، كيف ما كتشوفوا من بعد ما كنورق العجين حتى كيبان لي سطح العمل، كنحاول كندير هاد ما كنديرو بلا زبده غير بالزبيده، كندير واحد رشيشه خفيفه وكندير هاد الدقيق اللي خلطته هو خلطته الخمارة الحلوه. وغادي نجي غادي نديرو عليه هاد الشكل هذا. ساهل البنات وبالزربه ما كتعطليش فيه. صافي، قلد الويفي على هاد الشكل وكنحطو. كنجيب نصيب الملويه الثانيه وانا مستمره حتى كنسال.
سادي وده بس تي ساس ليش؟ ها سوف سوف دي حيثة لا أمسي صافي كيف ما كتشوفون بعد ما كتقلي العجينة شوية كنخليها كترتاح تقريبا واحد ربع ساعة صافي غادي نجي غادي نبدا نبسط فيها على هاد الشكل هذا المقلة حطيتها كتسخن من فوق النار ماشي من فوق النار عفوا صافي غادي نخليها واحد دقيقة باش ما نحطهاش في المقلة وتجمع ليا غادي ندير المقلة بواحد شوية الزيت صافي غادي نحط فيها الملوية ديالي غادي نشوف ما قبل ما بعد ثانية نخليها شوية ترتاح بينو ما طابت لي هاد اللولة كتشوفو أنا حطيتها دابا في المقلة غادي نحاول نقلبها قبل ما تتحمر ونبقاو نعملو لها بحال هكدا البنات هانتوما راه كيتنفخ كامل وهاد العملية هي اللي كتسهل عليا أنه يتنفخ ما دورنا ما كيتحل كامل من الداخل صافي كيفما كتشوفوها هي راه طابت ليا غادي نحيدها غادي ندير الملوية الثانية ندير واحد الرشيشة خفيفة للزيت و كنقلب كما كتشوفو كان هذا هو الملوي ديالنا كيجي على هاد الشكل هذا هانتوما كيف كيجي كيجي مقرمش بدون زبدة كيجي زوين الصراحة نتمنى كون تجربوه راه كيجي غزال وتردو عليا الخبر في لي كومونتير وكنقول لكم جربوا وردو عليا الخبر مرة ثانية الملوي ديالنا كيجي على هاد الشكل هذا معكم واحد الحيدة لازم نجيب لنا الفريز شريتو عجبني زوين وكان هذا هو الفيديو ديالنا كنقول لكم البنات اللي كنتو جداد في القناه ابوناو معايا ضغطوا زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد وشكرا على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.